شغل جامعة اصطناعية في الجامعة العمرية في فرع الدراسة. لا انا العميد على مستوى الفروع كلها. مستوى الفروع كلها. تمام. بصراحة عايزين نعرف رأيك في القرار اللي اتخذته وزارة التعليم العالي بفتح باب القبول للطلاب. والله هو كان الوضع الطبيعي ان احنا عندنا الباب مفتوح للطلاب، هو للاسف ان حصل في نهاية السنة اللي فاتت وقف لقبول الطلاب، يعني هو الوضع الطبيعي ان احنا بنقبل الطلاب. فكان حصل وقف قبول الطلاب عندنا، طبعا ده كانت مشكلة رهيبة، لان انت عارف ان الجامعة العملية طبعا يعني احنا بنسميها جامعة الغلابة، عندنا اكتر من 30,000 طالب سواء في تكنولوجيا او في علاقات. فجأة كده لقينا القرار ده طلع، لأن مجموعة من الشكاوى وصلت للوزارة سواء القوى العاملة أو التعليم العالي، واتخذ قرار بوقف قبول الطلاب من غير حتى عرض الموضوع علينا وإن احنا نقول المبررات أو نرد على الشكاوى الموجودة. ومن ساعتها احنا بنحاول والحمد لله، يعني مع توفيق الأوضاع وتعيين العمدة، أنا تعينت في شعبة علاقات، والدكتوره فايزه تعينت في شعبه التكنولوجيا، وشعبه الفندقه برضو جالها عميد. فبدانا الى حد ما، وجالنا رئيس جامعه الدكتور عبد الرحمن. فاحنا دلوقتي بنحاول ان احنا نشوف مصادر اخرى للتمويل بحيث ان احنا نوفر للطلبه الانشطه بتاعتهم دي. ففي مشاكل الطلبه، الطلبه معترضه على الرغم من انخفاض المصاريف اللي احنا بناخدها دي، معترض على ان المصاريف مرتفعه. يعني لو اديك جدول الاسعار ولو ثانيه وثالثه ورابعه هتفاجئ ان هي اسعار يعني بسيطه جدا، وعلى الرغم من كده الطلبه بتشتكي من زياده المصاريف، يعني المصاريف مرتفعه عليهم لان هو مستوى الاجتماعي بتاعهم بسيط. تمام. على الرغم من كده احنا بنحاول بندرس حالته، مثلا ان احنا بنعمله خاص ممكن 25% 50% بعض الأحيان بالكامل لو حياة تستدعي كده، لكن في حدود، لأن أنت عندك هنا موظفين، عندك 4000 موظف، للأسف إن أنت ال 4000 موظف ما تقدرش تستغنى عنهم، أنت في حقيقة ال 4000 موظف دول أنت جيت لقيتهم، فأنت الجامعة الدخل بتاع الطلبة، لأن إحنا يعتبر يعني شبه جامعة خاصة، لا إحنا جامعة حكومية ولا إحنا جامعة خاصة، فأنت مضطر غصب عنك إنك توفر المرتبات. هوفر مرتبات منين؟ ما باخدش دعم من الدولة. انا فلوسي باخدها من الطلب، لو قال اللي انا باخده من الطلب عن كده هو كده دلوقتي اصلا مش مكافيني ان انا اقدر ادفع مرتبات الموظفين. وعشان كده احنا عندنا يعني عسر مالي في الفتره الحاليه. من ضمن بقى التطوير اللي احنا ناويين ان احنا نعمله ان شاء الله، ان احنا نشوف مصادر اخرى لتمويل الجامعه، يعني لو عندنا اي مصادر اي انشطه اخرى يمكن اضافتها وتدخل لنا دخل اضافي، هو ده اللي احنا ان شاء الله ناويين نعمله في المرحله الجايه.